إذن مرحبا بكم في فقرة مزيدا من الحب وثقافة الاعتماد على الذات، واحدة من الأشياء الضرورية والمهمة التي ينبغي علينا جميعا أن نتشرف بها ونمارسها في حياتنا اليومية. من خلال هذه الفقرة سعداء جدا أن يكون معنا داخل الأستوديو دكتور مصطفى حامد الحكيم، أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، صباح جميل ومليء بالحب إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بك يا دكتور. وبداية لما نتكلم عن اعتمادنا على ذاتنا، في فترة من الفترات يعني كان الواحد بيكون شغال وبيكون متزوج وبيكون يعني كم نشاط كده بنفسه، يعني بيلقاه يشتغل عشان يقرأ. في فترة من الفترات موجودة النماذج موجودة، يعني كمدخل أهمية الاعتماد على الذات. طبعا موضوع الاعتماد على الذات من المواضيع المهمة جدا في حياة الإنسان ونجاحه في المستقبل. والاعتماد على الذات بشكل أساسي أنت عاوز تعتمد على نفسك في تحقيق أهدافك، وتحقيق الأهداف هي الغاية الأساسية من الاعتماد على الذات. عشان كده الطفل من صغره مركز على الاعتماد على الذات. الاعتماد على الذات بيعني أنك أنت عارف عاوز شنو وتعتمد على ذاتك في تحقيق هذا الأمر. من صغر الإنسان وهو يعرف عايز شنو، الحركة عايز يتعلم يتمشى من صغره، وهو عايز يتعلم كيف يمشي. يكبر قليلا عايز يتعرف كيف يتحرك، عايز يتعرف كيف يأكل، عايز يتعرف كيف، لغاية ما يصل مستوى معين. بعد كده في حاجات أساسية نحن بنسميها متطلبات الحياة يكون عرفها. بعد كده بتبتدي المرحلة بتبقى قدامك الخيارات. هنا الإنسان عليه أن يختار إلى أي طريق يذهب، ودي هي الأساس اللي مبني عليها مفاهيم النجاح. لكن الحكاية دي ممارسة، والممارسة تعتمد على ثقة في النفس، والثقة يمنحها لك من صغرك في الاعتماد على الذات. يعني إذا الواحد ما من صغره كانت له هذه الهمة وهذا التفكير وهذا التوجيه، تأكد عندما يكبر هيصاب وسيصدم كثير من الأمور في حياته. بيستشف الحياة بالقدوة، أبوه في البيت، أخوانه الكبار في البيت، الجو الأسري اللي ممكن يشكل بعدك الشخصية، ويقدر بعد ذاك يا إما يكون بحقيقة ذاته يا إما يكون بعيد كمان. عندنا أستاذ في الجامعة، أستاذ في جامعة الزعيم الأزهري، فعندنا أستاذ من الأساتذة اللي هاجروا للسعودية اسمه دكتور على الله. في جلسة معاه يعني قال لي كلام يعني أعتبره في كثير من الواقع. قال لي أنت عارف كثير من اللاعبين في ملاعب كرة القدم يمشوا يمين ويمشوا شمال، يمشوا شمال زي ما مصطلح يحاوروا الملعب كله، لكن ما يقفوا قدام العراضات الثلاثة ما في زول إلا أنت تدخل الكرة الجون توفي طلعوها أوت. قال لي عارف ليه؟ قلت لي قال يعني فسألته ليه يعني؟ قال لي أنت عارف أبوه في اللحظة دي كان قال له لا ما تعمل كده. في صغره الكلمة دي قالت له كثير، ففي لحظة اتخاذ القرار يتردد، ومن هنا بتبقى المشكلة إنه ما بيقدر يحقق أهدافه. في الاعتماد على الذات بتعتمد كثير على قدرتك على الثقة في النفس، واحد، واثنين وضوح الهدف اللي أنت هتسدد إليه. نعم. طيب لكن يا دكتور يعني لحظة أبوه قال له لا، بتكون الرغبة والمنطلق اللي انطلق أبوه منه وقال له لا يكون من خوف عليه، يعني في بعض الحاجات مزيدا من الحب. فكيف نحن نوازن ما بين ايوه نحن خايفين على اولادنا وخايفين على انه نربيهم صح وكده، وفي نفس الوقت نديهم الاعتماد على الذات. الموازنه في المساله دي بتري صعبه شديد. لكن في الاخير نحن بنفصل بالنوعين من الحب، الحب الايجابي، الحب اللي بيدي الفرصه للانسان ان يتصرف ان يتحرك في حب. طبعا ما بتطلق ايده كامل، لكن بتديه فرصه في مستوى معين يتحرك. والحب الثاني المليء بالعاطفة جياشة جدا، لكن بتصل مستوى معين بيبقى سلبي. بسلبي ليه؟ لأنه ما بيعطي فرصة للآخر إنه يجيب لك. يعني الأب والأم ممكن يطلبوا من أولاده بيجيبوا الموية، لكن بتجي لحظة من اللحظات يعني تعبان بيلعبوا كذا، بتبتدي شوية شوية الحاجة دي نحن بنسميها في مهارات الإدارة أو في مهارات الأسرة بنسميها التفويض. يعني أنت لازم تعطي قليلا من صلاحياتك للي تحتك عشان يعتمد على نفسه ويتربى عليها. يعني مره يطلع لك يمشي يجيب لك حاجه، مره يساعدك في شغل انت عندك شغل منزلي معين، يعني او تمسكوا حاجه مفتاح العربيه في حاجات كده ممكن في البيت، مفتاح البيت ونحن طالعين خليه يمسك معه كنت في جيبه ويضيعه. يعني مهم انه يخطئ عشان يعني يعرف انه الحاجه دي المفروض تتعامل بالطريقه الفلانيه. بس لو ضيعوا نحن عندنا دي مشكله كبيره جدا، حياخذ له دقه وتعالى ما حد
عشان كده برضو المعامله مع الاعتماد على الذات، يعني الواحد لما يعتمد على ذاته يعني تتوقع من الخطا، ودي من سنه الحياه يعني. صحيح. لكن في الاخير لازم يتعلم من غلطه، ما يعني ما هنطلب العقاب، لكن يعني هيكون عارف بعد كده انه الحاجه دي ما يعملها كده، يعملها بالطريقه الفلانيه. المطبخ مثلا كمثال بسيط يعني، بعد الغداء او بعد الوجبات من اللي بيلم الصحون مثلا كمثال، من الذي ينظف الترابيزه مثلا؟ يعني انا تقول الكلام ده في خيارات كثيره جدا، لكن هل ممكن نترك؟ انا اقول الداخليات، من الدرس في داخليه، اي انسان درس في داخليه وكان في داخليه يعرف كيف يعتمد على ذاته. مصطلح شد الحله الناس اللي بيعرفوها. وان كانت داخليه الان من واسع يا دكتور، عرفت تتكلم عن الداخليه في زمنك وزمن محمد. والله ما شاء الله. لكن احنا في زمننا انا قريت داخليه، لكن ما كان ما زي زمنكم. طيب في كافتريات بقى وما زي زمان، الامور جاهزه هنا بقت. حتى الداخليه ذاتها بقت يعني تعلمك انه يا اخي ما تعتمد على نفسك ذاتها. دي اشكاليه كبيره. في مصروف بيجيك في الشهر، يعني كنموذج الداخليه والطلاب اللي درسوا في الداخليات بيرسلوا لك مصروف انت المفروض تدبر حالك خلال شهر. اذا من اول اسبوع كده انت صرفتها الموضوع ده ممكن فيك نادي تتحمل المسؤوليه ثاني. في نماذج كثير موجوده الان. وطبعا دي من الحاجات الاساسيه بتخليك تتربى على الاعتماد على الذات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الصحابه على الاعتماد على الذات. يعني واحده من الحاجات اللي ناكد على انه بدون لن يكون هناك اسلام. الان واقع الاسلام والمسلمين، اعتمادنا على ذاتنا واعتمادنا على الخارج. يعني الان نشوف الصوره بتاعت العالم الاسلامي، المنتجات بتجينا من وين؟ هل بناكل فعلا من منتجاتنا؟ هل بنصنع حس فعلا ما يعني الان كل ما زاد اعتمادك على الاخرين كل ما ضعفت وزدت خنوعا، وكل ما اعتمدت على ذاتك كل ما كنت قدره على انك تنمو وتطور وتاثر على الاخرين. الحكايه كلها مبنيه على الاعتماد على الذات، ولكن هي شيء في الانسان يبنى من الصغر ويطور مع الزمن وصولا للنتائج المطلوبه. الحكايه ما حكايه نتائج، حكايه انه قناعه في الاول يقتنع الطفل ثم الشاب ثم الرجل ثم الدوله والبلد والسودان والاعمال وكل شيء. عجيب. طيب ده بيقودنا لسؤال مهم جدا جدا، ما الذي تحققه ثقافه الاعتماد على الذات على الفرد وعلى المجتمع ككل؟ طبعا ناكد بس على الفهمين. الاعتماد على الذات مستويين، المستوى الاول بسموه مستوى المبادره، بمعنى لما تكون اول شخص في شيء مهم انك انت تعتمد على ذاتك الى ان تصل، بس عشان نحدد الجابين بعد كده نحدد الفهم. مجرد ما انت وصلت مستوى معين من المعرفه انت لازم تبني الصف الثاني. ما اقول الصف الثاني ده على مستوى المؤسسات، على مستوى الاسره، على مستوى كل مستوى من المستويات. يعني اي ولي امر لازم في لحظه من اللحظات يخلي الطرف الثاني، فانت بتعتمد على نفسك لغايه مستوى معين تضمن انك انت استوعبت الامر وانه في جيل ثاني جاي يستلم. تبتدي تنزل الاعتماد للمستوى الثاني على انه المستوى الثاني شويه شويه يبتدي يجهز نفسه انه هيجي لحظه من اللحظات هيكون هو المسؤول، هيكون هو المسؤول. كويس. ففي اللحظه دي يعني انت في حاجات جديده تبتدي تسعى ليها وتترك للتحتيك او للاخرين شيء جديد يطور به نفسه. ايوه يعني شيء انت عملته يعمل لبعدك، لكن انت تسعى لشيء اكبر. الحكايه دي على فكره مرات بتماس في كثير من الناس الخوف. يعني الكلام اللي ذكرته ببالك انه احنا نخاف انه ندي اولادنا مثلا يعملوا حاجه يعملوها غلط، او نخاف ندي موظفين الحاجه دي عشان بيعملوها غلط. ما تخاف، علمهم واقف معاهم مره واثنين وثلاثه، لكن في النهايه هتلقى انه في ناس قادرين يشتغلوا بعديك. ودي اهم قاعده في قواعد الاعتماد على الذات. الاعتماد على الذات في مستوى معين مقبول، لكن لما يفوت المستوى ده بتبقى انت بتضيع مجهودك ومجهود التحتيك، لانه التحتيك جاهزين يشتغلوا لكن انت ما معتمد عليهم. تديهم الفرصه، لازم تديهم الفرصه عشان انت تتفرغ لشيء جديد. الغايه الاساسيه يا جماعه في الاعتماد على الذات هو المبادره. السابقون الاولون المنهجين الاحصان ومن تبعهم باحسان. الفكره الاساسيه انه نحن نحسن نضيف. الاعتماد على الذات هو معناه الاضافه، ولكن في اشياء معينه مثلا مريض، شخص معين قدامك تجد من الافضل انك انت تساعده، هذا جيد. بعد شويه تحتاج منه اولادك يكون عندهم الرغبه دي، لما يلقوا واحد قدامهم بيحتاج انه كذا هم زادوا بيقول لك يا ابوي زول دي
اديني كذا، افتديه ويمشي شويه شويه، خلاص انت الان طلعت لك اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. يا سلام، عداد رامي، لكن كيف تنزل هذه القاعده للاخرين؟ يا سلام. طيب، هل العمل المعتمد على الذات فردي ولا لازم يكون في منظومه جماعيه، ام ارتكازه على الفرد ولا الجماعه؟ طبعا واحده من مشاكلنا ونقولها بالواضح، ما يعني ما بنقدر نشتغل مع الناس. العمل الجماعي، انا بتكلم الان اساس في الجامعه، كانت البحوث بتاعت الطلاب بتجينا كل طالب وحده، فكان الطالب بيبذل مجهود عشان يطلع البحث. طلع قرار انه الناس يعملوا مجموعات اربعه او خمسه، اربعه، فبقينا نعمل كل اربعه طلاب مع بعض، لكن بيحصل شنو؟ اتكاليه. واحد فيهم ما شاء الله شاطر وفاهم ومجتهد، والباقيين، عشان كده لما تيجي يجوك بتلقى واحد واقف قدام والثلاثه وراه، تعرف انه الزول ده هو المسيطر على الوقت، تقول له انت كده ارجع لي ورا وخلي لي الثلاثه دي يجوني قدام كده، بتكون عارف انه في بعض الطلاب قادرين انهم يجتهدوا كذا، لكن باقيين هيجيفوا. عشان كده مهم جدا العمل الجماعي مع الاعتماد على الذات. لازم يحصل تصنيف، او نحن بنسميها الان تقسيم للمهام، كل واحد يبقى عنده دور مسؤول عنه مع العمل الجماعي، انه الهدف تحقيق هدف المجموعه ككل، لكن في الاخير كل واحد في المجموعه عنده جزء من دور. اذا ده ما قدر يقوم بدور الباقيين يساعده، مين بمعزل انه خلاص دي كذا، في الحال لكن ينجز معاهم يساعدهم معاهم، لكن في النهايه لازم يكون العمل جماعي. فالاعتماد على الذات بيعتمد كثير على قدراتك انت في تحقيق الهدف. ففي سمات، ولما اتكلم عن شغل الجماعي، في سمات معينه موجوده عند شخص ما موجوده عند الاخرين. فلما يكون في مجموعه، لازم لما تبتدي توجه المهام لازم تكون عارف انه الشخص ده بيتميز بشنو عن الاخرين. هنا بتكون الصوره واضحه للحركه الجماعيه، والفريق ده مسؤول عن الحاجه دي، وده المقصود بالاعتماد على الذات. والاعتماد في الحاله دي فيه هدف، والهدف فيه مسؤوليه، وإذا لم يتحقق الهدف ستتحمل المسؤولية، فبتبدأ الحافز يتحرك لتحقيق الهدف. طيب دكتور مصطفى، أنت أشرت لبعض الأخطاء التربوية اللي قاعدين نمارسها وبتأثر تأثير مباشر على موضوع الاعتماد على الذات. شنو تاني من الأخطاء اللي قاعدين نمارسها نحن؟ ذكرت موضوع الخوف على الأبناء، والخوف حتى على إنجاز العمل نفسه. تاني شنو من الأخطاء عشان نحن نعرفها ونقدر نعالجها ونقدر. واحدة من الأخطاء الكبيرة جدا اللي بيقعوا فيها الآباء في حتة تحمل المسؤولية، إنك تقول لولدك دائما إنك أنت ما قادر تتحمل المسؤولية. بمعنى أنت فاشل، أنت أصلك ما كذا. الرسائل السلبية. الرسائل السلبية، كل ما أنت كترت من الحتة دي بيبتدي هو نفسه ما هيغلط. حتى لو كان هو قادر وعارف. حتى لو هم هيغلط، هو خايف من غلط، مش عشان أنت هتعاقبه، عشان ما يأني بنفسه. عجيب. فهي حاجات بسيطة. أحكي قصة دائما بحكيها في برامجي التدريبية. عندي واحد من أولادي، ولدي الكبير. ولدي الكبير ده عنده قصة جميلة جدا في ولادته. كنا في برنامج تلفزيوني على الهواء مع دكتور إبراهيم الفقي، الله يرحمه ويغفر له. فولد في المستشفى، وفي هذه اللحظة بلغوني في الاستديو وأنا على الهواء، مع إنه فسمي إبراهيم لوجوده كان في التلفزيون، كنت انا في هذه اللحظه. نعم. وطبعا ما كنت عايز اسمي ابراهيم، لكن سبحان الله اللحظه والمكان والزمان فسمي ابراهيم في هذا. فقال رساله ابراهيم الفقي، دكتور ابراهيم الفقي، قال لي رساله معينه. خلاص كده حسيت انه الرساله دي ليها دلاله. قال بالنص: قوموا على التنميه البشريه. عجيب. خليه يعتمد على نفسه. كلمه يعتمد على نفسه دي قالها نصا. اول ما قال اعتمد على نفسه بقى واضح بالنسبة لي انه ما هو طبعا بس، لكن هي المنظومة الكاملة للفهم دي. لما قال اعتمد على نفسه ابتديت افهم انه في شيء في الاعتماد على الذات. من القصص الطريفة اللي بحكيها دائما في النقطة دي، عندي ولدي ابراهيم دي يوم ترابيزة زي ترابيزة كده قدامه، وكان يدوب بيحبي وعايز يجيف، فكان يمسك رجل الترابيزة لغاية ما يصل ويمسك الحافة، ما يقدر يمسكها، يقوم واقع من الطرف من الطحافة، بيقعد يضرب الارض وبيبكي. اي يعاين لي ويعاين لي رجل ثاني، وثاني يحاول يمسك الحافه ما يقدر يمسكها، يقع يبكي، يعاين لي رجل، يعاين لي، يعاين لي، وهكذا ثلاثة أربع مرات. في المره الاخيره
مسك الرجل ومسك الحافه وما وقع، لكن مسك في الحافه قوي وقعد يبكي وهو واقف. لكن في الاخير اتعلم، اتعلم انه الوقعه لو فكه دي هيقع، لكن الفكه الان بقى ما يفكها، لكن عايز واحد ينقذه في الحاله دي، انت تتحرك عشان تشيله، لكن تتركه يغلط ويتعلم. في حدود هي المشكله الان، انه الاعتماد على الذات ما مطلوب للاطفال. يعني من خلال القصه دي محمد سليمان، احنا كانه بنستشف كده، وكلنا بنلاحظ الحاجه دي عند الاطفال انها فطريه. يعني في استعداد فطري عند الـ عند الـ عند الطفل في انه يعتمد على نفسه، بعد ذاك نحن يا كتلنا فيه الاستعداد الفطري ده يا نميناه. صحيح. بعد ذاك الدلال ممكن نكون يعني عامل ما مساعد، لانه هو يعتمد على ذاته ويخاف عليه ويشيله، وثاني يمكن ما يخلوه يمشي، ودي بتاخر بعد ذاك مرحله المشي وكده، وشوف اي حاجه مجابهه وبقى خلاص. يعني واحده من الحاجات القواعد المهمه جدا في اعتماد الذات حكايه النظم، النظام. يعني لازم الطفل يوضع في منظومه متكامله، هدومه في حته، جزمته في حته، غرفته بشكل معين، اكله بطريقه معينه، خلاص اي حاجه يعملها براو، هو من السرير يتصرف كيف، يصحى من النوم يمشي يعمل شنو، خلاص كده الان ابتدى جزء من نمطه في الحياه بقى منظم اعتمادا على ذاته. لكن لو تركنا الامر ليه، هو كل واحد هيعمل. على فكره عندنا برضه من الحاجات الماخوذه علينا حكايه النظم دي، احنا ما بنحب النظام، ما بنحب النظم بشكل عام، يعني ما بنحب حاجه تخدنا في دايره معينه. الاشاره عندنا معاها مشكله، اشاره يعني. فحكايه النظم بتضمن انك انت بتعتمد على ذات، ما محتاج تعمل مرور يعني ليك عشان انت يعني الحكايه مبنيه على شنو؟ على اعتمادك على ذات. طيب في نماذج كثيره جدا في مجتمعنا نماذج يعتمد على ذاتها وعلى نفسها، تذكر منها شنو؟ والله النماذج كثيره جدا، يعني الواحد الان يعني لو الان عايزين نضع في عدد معين، لكن نقول منها اثنين كشاهد على واقعنا نحن. نماذج الرأسمالية الكبيرة في السودان. في ناس معينين يعني نذكر الأسماء، بدوا من ما نقول لا شيء، لكن بدوا بشيء بسيط، حاجة بسيطة جدا، يعملون عمل أقل ما يعني ما في عمل قليل. دي الحاجة نأكد عليها. النبي الله سبحان الله، النبي وكل أنبياء الله كانوا رعاة للغنم، ودي بداية الرسالة، ما في نبي إلا وكان راعي غنم. نعم. وشوف المهنة، وفيها برضو تدريب على اعتماد على الذات بالمناسبة، القريش على القريش والقعدة على القعدة، وصولا إلى رأسمالية ضخمة جدا في العالم. مش على مستوى السودان بس، على مستوى العالم. حقيقة. القصة المشهورة بتاعت عالم واحد من المتخصصين مجال الهندسة في السودان، سافر واحد من دول الأوروبية وبحث عن عمل، ما لقى عمل، فجات رسالة في الجرائد إنه عايزين وظيفة بتاعت عمل معين، هو في النظافة في مدينة لندن. فقام قرر انه يعمل الى حين ان يجد وظيفة. ما بيحب الوظيفة، لكن قرر انه يعملها من باب العمل. مع الزمن ابتدى العمل يمشي بشكل معين، والامر ابتدى ينجح. كان ما بيحب العمل، لكن قال في الاخير ده عملي، انا لازم أحب. اتقنه. مع الزمن سنة سنتين عملوا جائزة في هيئة نظافة في مدينة لندن، أنظف وأجمل شارع. فقام الشارع بتاع الإنسان دي السوداني دي فاز بأفضل شارع على مستوى مدينة لندن، وكافأوه وحفزوه وكذا. الساكنين في الشارع كانوا بمعنى الكلام بيقولوا عليه، وكان ينظف الشارع كما يرسم بيكاسو لوحته. بيكاسو ده واحد من الفنانين الكبار جدا في في في, في بريطانيا. فكان النسبة ليه من الشارع ده بقى كأنه لوحة فنية من كثرة الزول ده، مهتم بشغل. في السنة الثانية عملوا جائزة وفاز بها نفس الشارع. في السنة الثالثة كانوا خلاص ماشيين على المنافسة وكذا، فقام طبعا لما تصل مستوى معين من الارتفاع، ودي واحدة من الناس اللي بيخافوا منها، انه برضو انت لما تعتمد على زول تبقى زول كويس، طبعا مفاهيم الإدارية المعروفة الحفر والدفن والحياة زي دي. المهم طردوه من الشركة، طلع الشارع طبعا حزين تعبان كذا، وجاب زول آخر مسك الشارع ابتدى ينظفه على حسب الفهم هناك. مع الزمن مستوى الشارع ابتدى اداؤه يقل. فابتدوا الجماعه ساكنين في الشارع يفتش على الزول ده، جابوا قالوا خلاص انت خلي الزول ده يشتغل شغله، لكن نحن هنجيبك تشتغل بطريقه خاصه، ونحن هنتفق، نحن 8 بيوت في الشارع، كل بيت هيديك بتاخذ كم مرتب كذا، خلاص نحن هنديك نفس المرتب بس تابع الشارع ده. ما في مانع، ابتدى يشتغل الشارع، وشارع ثاني ابتدى
بقى في اللحظة يتحول من قطاع عام لقطاع خاص. أشار على الوراو قال له خلاص انت بعد ما تخلص الجماعة ديل تعلينا بهناك، فأخذ مرتب ونص مرتبه. بعد شوية شارع البعدي أخذ المنطقة بالكامل في النهاية، وكان عنده بقت موظفين وبقى عنده نتيجة شنو؟ إخلاص واعتماده على ذات في فترة معينة. عجيب. عمل شركة نظافة. عمل شركة نظافة. بعد 5 سنين قرروا خصخصات شركة نظافة في مدينة لندن، وابتدوا يفتشوا على من يقوم بإدارة الشركة ده في قطاع خاص. الشركة الوحيدة المنافسة اللي كانت قادرة إنها تدير شركة نظافة في مدينة لندن هي هذه الشركة، وكانت الواحدة من الشركات وفازت في الأخير بامتلاك الهيئة بالكامل. هيئة نظافة واحد من أغنى أغنياء بريطانيا اليوم. يا أخي ده كلام عجيب. يا سلام. من شيء بسيط جدا. الإتقان. السعي، الاعتماد على الذات أساس النجاح. دكتور إبراهيم الفقي نفسه صحيح يعني حسب ما قرينا إنه بدأ من شيء بسيط جدا. نعم. عامل في فندق فترة من فترات، بعد فترة من الزمن كان مدير مجموعة فنادق في دي. الله يرحمك في الله. يا سلام. الله يتقبل إن شاء الله. طيب عند المعاقين مسألة الاعتماد على الذات تبقى واحدة برضو من الحاجات المحتاجة مننا لتعامل خاص، لانه نحب نشوفه كده زول محتاج انه نساعده ومن باب حسن نية طبعا، لكن الحاجه دي قد نمارسها بطريقه برضو تقتل فيه تجرحه وتجرحه حقيقي. يعني نحن ممارسه المعاقين بنسميهم ذوي الاحتياجات الخاصه. مجموعه ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم احتياجات خاصه، وكلمه احتياجات دي انت محتاج انك احتياجات خاصه يعني شنو؟ يعاملوا معامله مختلفه. احتياجات خاصه يعني شنو؟ يعامل فيما يخص حاجات معينة. يعني مثلا الأعمى يعامل معاملة الأعمى، الذي فقد السمع يعامل، وهكذا كل واحد عنده معاملة. لكن نحرص على أنه نحن ما نحيط بكل شيء يحتاجونه ليفقدوا ثقته بنفسه. دي واحدة من الحاجات. يعني الطفل طبعا حبي نعملها بحسن نية. أيوة أكيد. للأسف يعني الطفل الآن لو أخذنا مثال، الطفل الآن لما يكون صغير نعتبره ذوي احتياجات خاصة، لكن تلقاه براه مصير انه يتعلم، يقول لك انا بعملها. يعني بتحس كده انه عنده الرغبه، فهم عندهم نفس الاحساس، لكن طبعا هم ناس راشدين يعني. وفي نماذج مشرقه يعني في مجتمعنا وفي واقعنا، وفي معلمين الان في الجامعات، وفي وظائف يعني تقلدوها معاقين يعني. صحيح. والمساله دي ما حدت من طموحهم، ما حدت من يعني تعلموا. انا بعرف مترجمين للغات من يابانيه العربيه، يابانيه انجليزي، انجليزي عربي، فمترجم بل انجزوا اشياء. ايوه. ويعجز عنا الشخص السليم يعني. عماد اخونا عماد مصطفى، عماد مصطفى، عوض مصطفى، اخوان يعني ديل مذهلين. ان شاء الله حنشوفهم كمان في فقره انتقوا ان شاء الله تعالى. الاعتماد على الذات هو اساس النجاح، لكن احنا بنعتبره الدرجه الاولى. الاعتماد على الذات هو الدرجه الاولى. تعتمد على ذاتك، اي عشان كده دائما هو اول خطوه في النجاح. لكن مع الزمن، وانا عايز اكد على النقطه دي، ابني الصف الثاني عشان هم ذاتهم يعتمدوا على نفسهم. والحكايه دي بتكون من الصغر، تكون من الصغر. جميل. طيب عندنا شباب يتخرجوا من الجامعات ويعني بعضهم بيقضي في الخدمه وبعضهم خلص، لكن بياخذوا زمن كده عشان الواحد يلقى له شغل. وهو تخرج خلاص عنده شهاده، لازم يشتغل الحاجه الموجوده في الشهاده يعني. انت استاذ جامعي تعرف يعني. كيف نقودهم نحن في الاسر؟ كيف نقودهم عشان الواحد بعد ذاك يعتمد على ذاته ويبحث عن نفسه يعني؟ في مقوله فلسفيه بتقول شنو؟ هل احب ما اعمل ام اعمل ما احب؟ الناس دائما عايز تعمل ما تحب. نعم. لكن القاعده الصح حب ما تعمل. الفرصة اللي بتلقاها قدامك وتعتقد فيها الخير عشان ما تكون قاعد ساكت، امشي عليها وابتدي اتعلم منها. هتشوف ابواب جديدة، هتدخل مداخل جديدة، هتتعرف على امور جديدة. لكن لو انتظرت وقعدت، يا جاتك يا ما جاتك. صح. ودي خطورة انك انت تنتظر من الاخرين يعني يقدموا لك اذا انت ما سعيت. يعني نحن منتظرين الدولة تدينا وظائف، احنا ناس الوظائف، نحن تخرجنا. أيوه. وهم مدام عملوا الجامعات وكده وقلنا نحن متوقعين هم يوظفونا. لكن في حاجات تانية اسمها المشروعات الصغيرة، في التمويل الأصغر، أسعى فتش على فرص للحركة، شوف مشروعات قدامك، شوف
اتعلم، خش الانترنت شوف المشروعات الصغيره هي شنو، شوف تخصصك في حاجه جديده ممكن الناس تستفيد منها، حتى لو ما اشتغل، حتى لو عملت المشروع فشل هتتعلم الكثير. نحن هنقول فشل دي ليه؟ لانه في تجارب فشل، لكن في تجارب نجاح. نعم. في ناس فعلا دخلت وتعلمت وحققت من خلال المشروعات الصغيره ما لم تحققه دول كامله. مشروع ممكن يكون بدا برقم صغير لكن الان من المشاريع الرائده جدا. صحيح. في حلويات الان زي جونجوليس ودومو، الحلويات السودانيه الاصيله دي هي طبعا منتجات لكن عملوها في شكل زخرفوها جميل كده، يعني تاكل حلاوه جونجوليس، حلاوه دوم، حلاوه نبق، يعني فيها كده فهم، حلاوه عرديب، حلاوه عرديب. دي افكار بسيطه ما بتكلف كثير. مصنع صغير، صناعه سود، المصنع نفسه المكنه ذاته مصنعه هنا في السودان. عجيب. تكلفه بسيطه لكن انت بتحافظ على ثقافه بلدك وبتعمل منتج تغلفه صح وتصدره والعالم كله يشتري منك. هي الفكره وين؟ ابحث عن الفكره بس. البلد فيها خير غير عادي. عجيب. وفي كل مكان ابحث عن الفكره وتعلم وامشي عليه، اعتمد على ذاتك. ما تنتظر من زول حاجه، لو انتظرت هتنتظر كثير. في مقوله جميله قال الدكتور ابراهيم فقي، قال في انسان محظوظ وانسان غير محظوظ، قال ابدا. في انسان يبحث عن الحظ ويلقاه، وفي انسان منتظر الحظ يجيه وبيجيه ويخبط باه وما في واحد بيفتح له. طيب دكتور، يعني الاستعجال، ما نحن كمان برضو عندنا استعجال شديد، داير طوالي سريع سريع، انا اكاوش واتميز من غير ما اخذ في بالي انه الاعتماد على الذات ده بيخليني اقوم شنو اتاخر شويه واخذ من الزمن شويه وكده. طبعا هي موازنه من الاستعجال والتاجيل. يعني دائما التاني كويس، والتاني ما بيعني انك انت تنتظر بدون شيء، التاني يعني التخطيط. الاستعجال مشكلة، والتأخير والتأجيل نحن بنسميها والتسويف مشكلتين. فإن هنا عايزين منطقة وسط. أنت قدامك دي الحاجة قدامك عايز أتحرك عليها. الله سبحانه وتعالى يعني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فدائما يقول لك الأولى لك والثانية عليك فالمبادرة الأولى دائما الله سبحانه وتعالى بيساعدها. الاستعجال في الأولى ممكن يكون فيه خير كثير، ليه؟ لأنه الله ما مطلوب منك إلا إنك أنت تخطو الخطوة دي. لكن المرة الثانية لازم تكون حريص على إنك تتعلم من الخطوة الأولى، عشان الخطوة الثانية بعد كده هتتحاسب عليك، لازم تخطط لها صح. ما أنت خلاص مشيت الطريق أول مرة، بعد كده طاري مرة دي محتاج منك ترتبه أكثر، الثالثة ترتبه عشان تمشي الحكاية في تحسن. ومن هنا بيجي التعلم. الحكاية يا جماعة ما اعتماد على الذات ونخطئ نفس أخطائنا. العمل اي انا بشتغل الشغل ده بالطريقه دي ما في مشكله، اعتمد على ذات لكن اتعلم المره دي اعملها بالطريقه دي، شوف الفرصه الجديده اتعلم واعتمد على الاعتماد. ما بيعيش براو مع منظومه متكامله من قيم النجاح. يا سلام، انت ذكرت كمان نموذج يعني انه نغلف الحلاوه كده منتجاتنا المحليه كده، يعني المشروع ده اذا اتعمل بتلقى فيه تاني خلاص انا اعمل واحده وخليلي اعمل واحده، وتلقى الموضوع التقليد يعني اي بزاله التقليد، الاتصالات شارع كل الاتصالات. ما انا بالنسبه لي وبالنسبه للناجحين الحاجه دي ما كعب. ليه؟ انت مجرد ما عملت مشروع ونجح خلاص زي ما قلنا هتخليه ماشي، تعمل اسمه وتضمنه وتمشي، لكن ابحث عن شيء اخر. ما خلاص دي فهم الاعتماد على الذات. الاعتماد على الذات يا جماعه ده الفهم حقه، تعتمد على الامر لحد معين لغايه ما تخطو الدرجه، لكن الدرجه دي ما اخر درجه، هي الدرجه في درجه ثانيه برضه المفروض تعتمد فيها على ذاتك، تضيف شيء جديد، تخطو خطوه ثالثه تعتمد على ذاتك لشيء جديد وهكذا، والحياه بتمشي وكل يوم فيها جديد. لكن الاعتماد انه انا عملت شغل وخلاص يا زول ظبطت الامور وقعدت واموري مرتبه وبعد كده الناس كلها يقفلوا، الحكايه هترجع نفسك خسران في الاخر. ليه؟ لانك ما ملكت مهاراتك ومفاهيمك ومعارفك للاخرين. لك اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. الناس تخطو الخطوه وتتعلم وتعتمد على ذاتها، مش عشان تحافظ على اعتمادك فيه على ذاتها، لا، عشان تفتش على شيء جديد وتعتمد فيه على ذاته. ممتاز. طيب هل اذا انا معتمد على ذاتي الحاجه دي تعني انه ما استشير؟ يعني انا اسال عن دور المشوره، موقع المشوره لشخص هو معتمد على ذاته.
طبعا المشورة واحدة، طبعا الاستشارة والاستخارة الاثنين مع بعض مع بعض. حقيقي نحن الآن إذا أردنا أن نخطو خطوة للأمام لازم تكون عندك زي ما بقولوا معرفة للناس السبقوك. فالاعتماد على الذات ما يعني أنك أنت تنعزل وتعمل العمل بدون معرفة الناس، لازم تكون عندك خيار معين، يعني يكون هم زي ما بقول أصحاب الرأي أو اللي عندهم اللا ما يمكن أن تستفيد منه من خبرات. ودي نقطة الأولى في الخطوة الأولى اللي هي الاعتماد على الذات. مثلا كمثال يعني إذا أردنا أن نقوم بعمل معين خاص بتخصص معين، عايز أقدم في الجامعة الآن، طبعا الأيام دي التقديم للجامعات طبعا أنت عارفين يعني عندي رغبة في مجال معين. في العادة الوالدين، الأسرة، المجتمع هم اللي بوجهوا تفكيرك اتجاه تخصصات معينة. صح. لكن أنا عندي رغبة في تخصص، تمام؟ فهيقول لك أعمل كذا، قال لك أعمل كذا، بعد كده هتخد، يبقى هم ما أنت مش استشرتهم، هم أملوا عليك. الأملوا عليك. ففي الحالة دي أنت بتحاول توجه التفكير حقهم، ولكن نكون عارف إنه واحدة من الموجهات الحقيقية للأسرة الآن في عملية التقديم في الشهادة أو على مستوى الجامعات أترك للجيل الجديد أن يختار تخصصه. النجاح ليس في التخصص، النجاح الحقيقي في الرغبة، في الرغبة، في اقتناع الشخص بأنه الحاجة اللي بيعملها دي حاجته هو. حتى لو كان هو جاب نسبة عالية واختار بعد ذاك كلية أقل من نسبته، ما في أي إشكالية في الحتة دي. بالعكس نحن معلش أضرب مثال بسيط، يعني بقول لك دائما أشطر الناس، طبعا الان هقول الكلام ده عن المهندسين والاطباء والجواد يعني، قال لك اشطر الناس بيبقوا مهندسين واطباء، لكن مهندسين واطباء خلاص بقدوم الاداريين، تلقى الاداره تخصص الاداره من النسب الاديه، الاداريين رغم التخصص الاديه نسبهم بيكونوا قايدين الاطباء المهندسين اللي هم درجاتهم كبيره. بيجوا السياسيين اللي هم اقل درجه من الاداريين هم بيقودوا المجتمعات. فتلقى انه بالعكس يعني تلقى الحكايه مقلوبه، فتلقى انه الناس الفاهمين تحت وكل ما الدرجات قلت. عشان كده بنقول انه الحكايه مش حكايه درجه ولا تخصص، حكايه انت عاوز شنو. ولكن يا دكتور مصطفى في حاجه كمان نحن لازم نحطها في بالنا، انه نحن ما قاعدين نفهم الاولاد ديل ذاتهم شنو، او الابناء او هؤلاء الطلاب ما قاعدين نفهمهم التخصصات، وما بنديهم ثقافة يعرفوا المجالات حتى بعد ذاك الواحد يختار حسب رغبته. الفترة الأخيرة بقى في تغيير كبير والله الحمد لله، يعني على مستوى السودان الآن في مراكز بقت كثيرة شغالة في تمليك الطلاب التخصصات وأهمية كل تخصص وربط التخصص برغباتك حتى التدريب في مجال التدريب. نعم. ففي حقيقي خلال السنتين الأخيرات في مجال التدريب والتنمية البشرية الأمور دي فيها تحسن كثير، حتى على مستوى القنوات الفضائية ابتدى يحصل كثير من الناس ابتدت ترسل رسائل للطلاب على إنه هم يختاروا تخصصهم، ما تمشي بس مع التيار، تسوق بسوقك لتيار معين، التيار ده مرات يعني بيجدفك لأنه ما حاجة بتاع تخصصك أنت. جميل. طيب محمد سليمان اكيد نحن الموضوع مهم والله، صحيح. وبما انه متعلق بموضوع التربيه بيبقى اهميته كبيره جدا جدا، صحيح. ونحن لازم كمان نعرف بعض الخطوات. الان بيشاهدونا اباء وبيشاهدونا امهات دكتور مصطفى، يحتاجوا تقدر تقول بين قوسين طريق يقدروا يسلكوه في تمليك الابناء ثقافه الاعتماد على الذات. فشنو اول حاجه مفترض يبدوا بها ونحن في فهمنا انه عايزينهم يعتمدوا على ذاته؟ طيب في ثلاث حاجات. الأولى الرسائل الإيجابية. أعطي دائما الفرد أو الطفل أو الإبن الإحساس دائما إنه قادر يعمل الحاجة. ما تديه الإحساس إنه الحاجة دي ما قادر عليها. دي أول نقطة. النقطة الثانية باستمرار ملكوا أكثر شوية من قدراته. وخدتوا خطين أكثر شوية دي. يعني دائما خليه متحرك للامام، يعني دائما خليه ماشي خطوه اكثر شويه. دي محتاجه منها دراسه في مراحل الاطفال، وكل طفل عنده شنو شويه دي ذاتها كيف بيتم تقديره. وما تخاف عليه، وما تخاف عليه، لا هي شويه دي مع وضع الخوف في حدود معينه، لكن طبعا ما تخاف عليه دي
مطلق المعنى خطورة احساس شديدة. النمو احساس العموم يعني ما بتقدر انت يعني. فكنت في حدود معينة مع انه فعلا كل ما اطلقت اليد اكثر كل ما كان قدرة الطفل على النمو اكبر يعني، لكن نمشي مع الاعمار الادية. النقطة الثالثة ونعتبر انها نقطة في غاية الاهمية مربوطة بالتربية هي التصنيف للمهام، الاولاد والبنات، المهام هنا والمهام هنا، الفكر هنا والفكر هنا، التوجيه هنا والتوجيه هنا، كل واحد من المجموعتين ديل عندهم أدوار، وكل دور من الأدوار عنده قيمة عالية جدا للمجتمع المجموعتين. فلازم تكون عارف إنه المهام تتبني بناء على الخصوصية ما بين الولد والبنت. نعم. ثلاث حاجات. في حاجات ممكن تكون نافعة مع البنات ما نافعة مع الأولاد والعكس. واضحة. الحكاية واضحة جدا. الله سبحانه وتعالى زقني بثلاث أولاد، إبراهيم وأحمد وعمر، وبعدين جاتني بنت. شفت في البيت يعني طبعا شايفيني حسب ما في التلفزيون هذا مشكلة لكن يعني البنات عندهم مذاق خاص، تيجي تحضنك كده وهي داخلة كده يعني. يعني الأولاد انا طبعا ما قلت لهم الكلام ده قدامهم، لا انا قلته لهم لكن حاسه هم عرفوه الان. انه لما يجي الواحد داخل بيحب انه يعني يسلموا عليه وكذا كده يعني. وهي بالمناسبه الحاجه دي عامه يعني، يمكن حمس اليوم كثير الناس يقول لك والله البنات حنينان. اي صحيح. ايوه. ففي حاجه عند البنت تنميها وفي حاجه عند الولد برضه تنميها. القوه، الاساس بتاعه، اقتحامه للعالم. واحد من المشاكل الاساسيه اللي بيقع فيها كثير في اخطاء انهم بيمنعوا اطفاله من التصادم بالعالم، بيجي في لحظه من اللحظات الطفل بيطلع ما بيكون عارف حاجه الحاصل برا شنو. صح. ودي على فكره بتخلق له نوع من انواع التصادمات ممكن تاثر عليه مستقبلا تاثير غير عادي. عشان كده نكون حريصين على انه لما نفتح الباب ده قدام الاطفال نفتحه بالتدريج عشان ما فجاه يتفتح قدامه، لانه لو اتفتح قدامه فجاه ممكن يشوفوا الحاجات اللي ما عايز الكتب من صورهم ما عايزين يشوفوها. وفي اللحظه دي ما يستوعبوا لك. فمن الاول افتح الباب وريهم دي شنو، افتح الباب الثاني وريهم دي شنو، افتح الباب الثالث وريهم دي شنو، وخليهم يعتمدوا على نفسهم في التعامل مع الحاجه الجديده. لما يجي يتفتح الباب في الاخر بالكامل الوضع بيكون عادي بالنسبه لهم، الحاجه خلاص هم عارفين كل حاجه من دي وهم بيتعاملوا معها كيف. يا سلام عليك يا دكتور. دكتور مصطفى يعني بنشكرك على الكلام الطيب، بنشكرك على حضورك في فقره مزيد من الحب والحديث عن كيف ابنائنا وكيف نحن حتى كاباء مثلا نعتمد عليه انفسنا يعني. بنشكرك على الكلام الطيب. الله يفتح عليكم وان شاء الله البلد دي تنمو وتتعمر والكل يعتمد عليها، ونحن ما منتظرين حاجه من زول. أكيد. بلدنا دي تأكل الدنيا كلها بس نعتمد على ذاتنا، أراضينا، زراعتنا، معادننا، بترولنا، إنساننا، كل شيء حقنا. ونحن نصدر ما نستورد. ربنا يتقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا.